استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قصر الصخير هذا اليوم فخامة الرئيس رمضان أحمد قديروف رئيس جمهورية الشيشان الصديقة والوفد المرافق الذي يقوم حاليا بزيارة لمملكة البحرين. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قصر الصخير فخامة الرئيس رمضان أحمد قديروف رئيس جمهورية الشيشان الصديقة والوفد المرافق الذي يقوم حاليا بزيارة لمملكة البحرين. ولدى وصول فخامة الرئيس الشيشاني أدى صفاني من حرس الشرف التحية لفخامته. بعد ذلك عقد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى جلسة مباحثات مع فخامة الرئيس الشيشاني رمضان أحمد قديروف. ثم صافح جلالة الملك المفدى أعضاء الوفد المرافق لفخامة الرئيس الشيشاني فيما صافح فخامته كبار المسؤولين من الجانب البحريني. ورحب جلالة الملك المفدى بضيف البلاد الكريم وبزيارته للمملكة واستعرض معه علاقات التعاون الثنائي الطيبة بين البلدين الصديقين وآليات تعزيزها وتطويرها في المجالات المختلفة، فيما أعرب الرئيس الشيشاني عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها والوفد المرافق. وأكد جلالة الملك المفدى حرص مملكة البحرين على توثيق أواصر التعاون المشترك مع جمهورية الشيشان وبما يخدم مصالح البلدين ويعود بالخير والنفع على شعبيهما الصديقين، معربا حفظه الله عن تطلعه بأن تسهم هذه الزيارة في بناء جسور التواصل الثقافي إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين. كما أشاد صاحب الجلالة بدور فخامة الرئيس رمضان قديروف وجهوده على صعيد تطور وتنمية واستقرار جمهورية الشيشان لكل ما فيه خير ومصلحة شعبها. كما جرى خلال اللقاء بحث المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية إضافة إلى القضايا التي تهم العالم الإسلامي وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أكد فخامة الرئيس الشيشاني حرص بلاده على تمتين أواصر التعاون مع المملكة في شتى الميادين وبما ينعكس إيجابا على مصلحة الشعبين، مشيدا بالإنجازات التي حققتها مملكة البحرين وما تشهده من نهضة وتنمية وتطور بفضل قيادة جلالة الملك المفدى. وقال فخامة الرئيس الشيشاني أن فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية يكن كل التقدير والمحبة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، متمنيا الرئيس الشيشاني لشعب البحرين دوام التقدم والرخاء والازدهار. وقد قام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مأدبة غداء تكريما لفخامة الرئيس الشيشاني رمضان أحمد قديروف والوفد المرافق.
وكان فخامة رئيس جمهورية الشيشان قد وصل إلى البلاد في وقت سابق، حيث كان في استقباله لدى وصوله مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية. وقد تشكلت بعثة الشرف برئاسة سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية.